خلف قرار محافظ البصرة المتضمن تدوير معاونيه ردود أفعال إيجابية وسلبية على صعيدي المعاونين أنفسهم والشارع البصري فيرى من تحول من الشباب والرياضة إلى الشؤون الزراعية بأن القرار السلبي أكثر مما هو إيجابي الجنب السلبي انه هنالك سيحدث ارباك اداري حقيقه لانه عندما تستلم دائره جديده ومن تبدا من الصفر هذه يحتاج الى وقت الى فهم طبيعه العمل وغيره ولذلك راح يكون هنالك صعوبه في البدايه لكل المعاونين في اداره هذه لانه لكل طبيعه لكل دائره لها طبيعتها الخاصه والاداريه تدوير المناصب داخل مبنى الحكومة المحلية للشرع البصري رأي بذلك الخصوص الشرع البصري الذي يحتاج الكثير من فرص العمل والخطط المدروسة والإداريين المختصين يعتبر تدوير معاونين المحافظ غير مدروس لتنبثق المطالبة باحترام الكفاءات والخبرة للنهوض بواقع البصرة بدلا من التدوير الإداري داخل أروقة الحكومة المحلية نطالب من المحافظة البصرة أن يكون التدوير حسب الاختصاص يعني مثل ابو الزراعه اودي على ابو التربيه ما يصير ابو التربيه اودي على ابو الزراعه ما يصير اليوم احنا كمواطنين في البصره مواطنين البصره جميع المواطنين البصره يردون يعرفون كفاءه المعاونين تغيير معاونين المحافظ لا يصب مصلحه الشارع البصري باي شيء وكذلك التغيير يجب ان يكون ضمن اختصاص الشخص مو هذا اختصاص كذا تنقل الاختصاص الاخر ولو هي احنا سبق وان نوهنا المحاصصه الطائفيه والحزبيه المقيته اللي دمرت البلد بصوره عامه والبصره بصوره خاصه مستشرية من البصره كان تقي قناه التغيير